سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير. ان شاء الله فيديو جديد، وان شاء الله اليوم غنبداو ان شاء الله المقادير. اول حاجه عندنا هنايا خمسه ديال، عندي هنايا جوج ديال خمارات حمر، وعندي هنايا جوج فاني بويض، وعندي هنايا غنحتاج كاس ونص فقط ديال رايبي، المهم المشروب ديال رايبي. غنحتاجو كذلك كاس ديال الزيت كما كتحضر مع البنات مع عمر، تقريبا كاس الا ربع هكاك، نفس الشيء بالنسبه للسنيده. بحال غنحتاج واحد القبيصه ديال المليحه، وغنحتاج شويه ديال الخل الابيض، والبنات هذا بيض البيض بقى لي من واحد الوصفه، ما نخسروش، غنحتاج غنديرو، ماشي غنحتاجو مي غنديرو. هنايا لكم تغيروا شي حوايج، مثلا هنايا الا ما بغيتوش ديروا الفاني يمكن لكم ديروا تنسموا بالليمون او بقشور الليمون او الحامض او اللي بغيتو. صافي البنات نبداو على بركه الله. البنات درنا البيض، غنحاول اني نخلطو البيض مزيان شي شويه هكا، من بعد غنضيف ليه شي شويه ديال الخل الابيض غير واحد شويه، صافي واحد شويه ديال الملحه عفوا، وكنبدا نخلط مزيان هذا. غادي نزيد الكاس ديال عفوا كاس ديال سنيده، غادي نخلطو الكوينات هادو اللي درنا هنايا. كما قلنا خمسة ديال البيضات، وداك ابيض البيض اللي كنشط ليا واحد الوصفه كيف قلت لكم، وشويه ديال الخل، وشويه ديال المليحه، قبيصه ديال المليحه وسنيده، وغنخلط مزيان هادشي كيف كتشوفوا معايا البنات. دابا البنات غنزيد الزيت، نزيدها كامله البنات. حاجه وحده اللي ما وريتكمش نسيت ما قلتها لكم، بحال ديال المعالقه ديال يجيونا، المهم الطحين الرطب ديال الحلويات وصافي صافي. المهم البنات غنخدمو مزيان هذا الزيت عاوتاني مع البيض. صافي البنات من بعد ما طربنا معاهم الزيت، دابا غادي نزيدو رايبي. كيف قلت لكم البنات غنزيدو غير رايبي واحد ونص فقط، ما نديروش جوج، غير واحد ونص. الاول غنزيد النصف ديال هذا، صافي بحال هكا، وبقى لينا النص هنايا. صافي البنات غنخلطو مزيان. صافي البنات غنزيد الفاني وخمارات، نزيد الفاني الاولى، نزيدو الثانية، بعد ما نبقاو نزيدو الدقيق حنا نحسبو كاملين، شوفو شحال غنحتاجو ديال الدقيق. خلي هاد لي شاسي ديال هما الخرا، غندير الملعقة الأولى ولا المعلقة الأولى، نزيد الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. دابا غادي نخدمو بعدا هاد خمسة ديال المعلقات، ومن بعد نزيدو. ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة. خدمو هاد البنات، خدمو عاوتاني هادو، نبقاو البنات نزيدو الدقيق بحال هكا حتى نشوف تي يعني تنحصلو على الشكل أو الخليط متماسك شي شوية، ماشي قاطح بزاف، نتوما تشوفو بحال اش غيجي.
الجبنة 19 المعلقة بالضبط اللي كنحتاجو في هاد الماض اللي غنكمل انا. غادي نزيد نخدم هاد البقالية الطحين مع هاد الخليط. صافي البنات دابا غنزيدو جوج خمارات حمر نزيد الثانية كتلاحظي معايا كي جات بحال هكا يعني خفيفه ماشي ثقيله هكا حنا بغيناها تجي تجي خفيفه. صافي البنات نقص شي شويه واحد شويه في الزلافه هنايا غادي ندير ليه الشوكه شكلات المر نحاول اني ندير واحد المعلقه هنايا فقط هذه التزيينه البنات يعني نديروها في وسط المادلين ديالنا يمكن لكم تعوضوها بالكونفيتير يمكن لكم تعوضوها كذلك بالشكلاط تقطعوا طريفات صغار وديروهم في الوسط يعني لكم كامل الاختيار فاش ما بغيتوا يعني كتبقى داكشي على حسب الاذواق. المهم انا هنا اخترت ندير الشوكولا هاد الشوكولا المره ديالها المهم هاد الكاكاو المر نخلطها مزيان حتى كيولي الخليط ديالنا اسود تماما هو عقد كي كتشوفوا معايا البنات وحنا بغينا يجينا كعقد يجي احسن. صافي البنات دابا غادي نبدا ان شاء الله بركه الله. بالنسبه لهادو ديال المادلين لكم هذا المول بحال هكا يمكن لكم تضبلوا هذا الكويطات مثلا ديروا في جوج ولا ثلاثه يلا باش كيشد راسو كاين اللي كتبقى لا فورم ديال هذا شاده مزيان. نخدم لنا شويه ديال الشوكولا وغندخلو ان شاء الله للفران اللي ديجا خليته يسخن واحد شويه يعني ضروري خصو يسخن شويه غندخلو للفران وان شاء الله غطيب نتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي ديال المادلين ديالنا كيف جاو. البنات من بعد ما وجدوا المادلين ديالنا كيجيو على هذا الشكل كما قلت لكم البنات كيجيو رطبين وهائلين شوفوا من الداخل كي كيجيو غزالين البنات كنتمنى انكم تجربوهم غادي يبغيوهم وليداتكم انا يعني متاكده حيت انا وليداتي كيبغيوهم صراحه. نسيت ما قلت لكم شحال البنات هادو في البيض وزينتهم بالكونفيتير ديال الحامض ودرت لهم شويه ديال رقائق اللوز للتزيين فقط. هادو كذلك درت لهم الكونفيتير ديال الفريز ودرت لهم شويه ديال الكوك. صافي كانت هذه الوصفه ديالنا ديال اليوم كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وكما قلت لكم البنات كتجي كميه كثيره زعما ماشي قليله. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.